21 يونيو من كل عام هو اليوم العالمي لرياضة اليوغا. اليوغا رياضة جسدية تأثيرها عقلي جسدي ونفسي عميق، نشأت بالهند من 5000 سنة أو أكثر وانتشرت حول العالم انتشار واسع. كلمة يوغا مشتقة من اللغة السنسكريتية وبتعني الانضمام أو الاتحاد. هناك أكثر من 100 نموذج مختلف من اليوغا، بعضها بيضم حركات سريعة ومكثفة وبعض الآخر بيتضمن حركات الراحة والاسترخاء. أهم فوائد ممارسة اليوغا: التخلص من الضغوط، هيك منفرغ ذهننا من أي أفكار لبعض الوقت ومنركز على وضعية جسمنا وطريقة تنفسنا باليوغا. فوائدها الجسدية: بتخفف آلام العضلات وبتطرد السموم من الجسم، كمان بتساعد على تخفيف ضغط الدم ونبضات القلب وبتمنع الترهل. ممارسة اليوغا بتخلينا نتقبل ذاتنا أكثر وبتقلل من العدوانية والتوتر. 5 دقايق بس من اليوغا رح تغير يومك كله.